الإسلام والمال للكل، كنز الصالحات وواهب الحياة، هلما وصف فينا وطهرنا من كل دنس، وخلص أيها الصالح نفوسنا. المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة. المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة. يا رب افتح شفتي فيضيع فمي تسبيحا. مباركة من مملكة الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دار الدائرين. آمين. آمين. ربنا الطول إيريانا لأجل السلام العلم وخلاص نفوسنا إلى الرب نطلب. والداخلين إليه بإيمان وورع ومخافة الله إلى الرب نطلب. كيريا لايسون. أجل أبينا وإسكانتنا جوزيف المؤطر وكانتهم كرمين وشمامس القدار للمسيح وجميع الإكليبس والشعب إلى الرب نطلب. كيريا ومساعديه وجنودي ولأجل مؤازرتي في كل عمل صالح إلى الرب نطلب. كيريا لايسون. لهذه المدينة وكل مدينة وقرية والمؤمنين الساكنين فيها إلى الرب نطلب. سلامية إلى الرب نطلب. كيريا لايسون. للمسافرين في البحر والبر والجار والمرضى والمتعبين والأسرى أجل خلاص من الرب نطلب. كيريا لايسون. لأجل نجاتنا من كل ضيق وغضب وخطر وشدة إلى الرب نطلب. كيريا لايسون. خلصنا ارحمنا احفظنا يا الله ومنا وقتنا. كيريا لايسون. لنذكر سيدتنا الكاملة القداسة الطائرة الفائقة البركات المجيدة والدة الإله الدائمة البتولية مريم وجميع القديسين والنودى المسيح لله دواتنا وبعضنا بعضا وحياتنا كلها. الذي لا تمثل عزته ولا يدرك مجده ولا تقاس رحمته ولا يفي وصف بمحبته للبشر، أنت أيها السيد اطلع بتحننك علينا وعلى هذا البيت المقدس، واجعل مراحمك ورأفتك غزيرة علينا وعلى المصلين معنا. بشفاعة والدة الإله.
شهداك يا رب بجهادهما نال إكليل الخلود منك يا إلهنا، فإنهما أحرزا قوتك فقهرا المضطهدين وسحقا تجبر الأبالسة الواهي، فبتضرعاتهما أيها المسيح الإله خلص نفوسنا. أيها النبي السابق لمجيء المسيح، لسنا نستطيع نحن مكرميك بشوق أن نمدحك كما يحق، فإنه بمولدك المجيد الموقر قد حل حل عقم أمك وبكى مؤابي وكرز للعالم بتجسد ابن الله. لأنك قدوس أنت يا إلهنا وإليك نرفع المجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دار الدائرين. بل أخذتم روح التبني الذي ندعو به أبا أيها الآب، والروح عينه يشهد مع روحنا بأننا أولاد الله، فإذا كنا أولادا فنحن ورثة أيضا، ورثة الله ووارثونا مع المسيح، إن كنا نتألم معه لكي نتمجد أيضا معه، فإني أحسب إن الآلام الدهر الحاضر لا تستحق أن تقابل بالمجد المزمع أن يتجلى لنا. فإن ترقب البرية يتوقع تجلي أبناء الله، لأن البرية قد أخضعت للباطل لا عن رضا ولكن لأجل الذي أخضعها، على رجاء أن البرية ستعتق هي أيضا من عبودية الفساد إلى حرية مجد أولاد الله. سلام إلى
لك أيها القارئ. وهو راعي كنيسة صافوت، وأيضاً أريد أن أرحب بحاملة الصليب الذهبي الدكتورة باسمة السمعان مديرة مكتب نور سات في عمان. طبعاً الشخصية التي استحقت التكريم من كل الطوائف المسيحية لجهودها في إظهار أعمال الكنيسة بمختلف طوائفها، والذي ساعد على إبراز كنائسنا أنها حية فاعلة بأساقفتها وكهنتها وشعبها المؤمن. فأهلا وسهلا. إن لكل مسيحي الحق بل الواجب أن يلتزم في خدمة كنيسته ويعمل بحسب النعمة المعطاة له، فيكون بجملته ذبيحة حية مرضية لدى الرب، عضوا فاعلا، وذلك للخير العام الذي تحتاجه الكنيسة كما يعلمنا القديس بولس الرسول. الأنشطة التي تقوم بها الكنيسة من خلال مجلس الرعية وأخوية الأمهات والشبيبة من كل الأعمار تعكس مدى الوعي الروحي والاتفاق والمشاركة الواجب أن يتحلى بها المؤمن مع كاهن الرعية وأسقفها. فالكنيسة إذن
ترتقي عندما نعي مسؤوليتنا تجاهها. ونحن اليوم أمام هذا النشاط إذ نبدأ أفراحنا بالتهيئة لعيد الميلاد المجيد. نطلب من الرب العلي أن تحمل هذه الأنشطة معنى روحيا عميقا يدخل الفرح إلى نفوسنا، فننطلق نحو الآخرين حاملين لهم البشارة بالفرح الواجب أن نعيشه طارحين عن أنفسنا، كما نقول في القداس، كل هم دنيوي، لنستقبل ملك السلام سيدنا يسوع المسيح. إننا بوعينا نحمل رسالة مقدسة نحو بعضنا البعض، وهي نفس الرسالة والهدف الذي جاء به يسوع المسيح، أن نكون واحداً كما هو والآب واحد. فليس لنا الحق أن نعيش أجواء الميلاد دون أن ندخل يسوع إلى قلوب المؤمنين بالصلاة لأجل أفراحهم ومعاناتهم والأعمال الصالحة، لأن محبتنا يا أخوتي ليست بالأقوال المقدسة فقط، بل بالأفعال، كما أنه لا يجب أن ترتبط صلواتنا وأعمالنا فقط في الأعياد، بالأعياد من شد حيلنا ومنعمل أعمال صالحة فقط في الأعياد، لا، بل في كل يوم علينا أن نخدم الآخر. أمنا الكنيسة تسهر علينا وتعرف احتياجاتنا الروحية، فهي تفرح مع الفرحين وتحزن مع الحزانة. إنها كنيسة الرجاء كما يعبر عنها قداسة البابا فرانسيس، إنها الكنيسة التي تحمل الرجاء لأولئك الذين لا رجاء لهم فيتغلبون على آلام هذا الدهر، حتى نعطيها معنى مقدسا. فاقبل يا رب أفراحنا، زين كنيستنا بالبهجة والسرور، نشيد لاسمك القدوس تسبحتك دائما في فمنا، آمين. بنعمة الآب والابن والروح القدس، آمين. حتى إذا كنا مصونين بعزتك كل حين نرفع إليك المجد أيها الآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان وإلى دار الدائرين، آمين. أيها المثيرون شكر Why?
المفطرين في بال كل واحد منا وجميع الذين يطلبون أن نصلي لأجلهم والذين يحتاجون إلى صلواتنا، فليذكر الرب الإله في ملكوته كل حين الآن وكل أوان وإلى دار الدائرين. آمين. تحف بالطغمات الملائكية على حارين وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية
ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا ونترجى قيامة الموتى والحياة الأبدية. آمين. لقف حسنا ولقف بتهيب فالمصلي لنقدم بالسلام من القربان المقدم. رحمة ومحبة الله الآب وشركة الروح القدس فلتكن مع جميعكم. ومع روحك. لنرفع قلوبنا إلى الأعلى. هيا عند الرب لنشكرن الرب. هاتفين وصارخين وقائلين قدوسا 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 رب الصباوت السماء والأرض مملوء الذي يكسر لأجلكم لمغفرة الخطايا. آمين. وكذلك الكأس من بعد العشاء قائلا اشربوا من هذا كلكم، هذا هو دمي للعهد الجديد الذي يراق عنكم وعن كثيرين لمغفرة الخطايا. آمين. ما لك مما هو لك نقربه لك عن كل شيء ومن أجل كل شيء. Thank you.
أن يكونوا في سلام أصحاء مكرمين معافين مجدي الأيام فصلين بأحكام كلمة حقك قدسهم في خدمتهم واحفظ جميع المؤمنين وأعطنا أن نمجد ونسبح بفم واحد وقلب واحد اسمك الجدير بكل كرامة والعظيم الجلال أيها الأب والابن والروح القدس الآن وإلى الآن وإلى رب الدهرين آمين. وأهلنا أيها السيد لأن نكسر بدالة وبلا دينونة على أن ندعوك أبا أنت الإله السماوي ونقول أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض أعطنا خبزنا كفاف يومنا واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أساء إلينا ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير Yeah.
خلص يا رب شعبك وبارك ميراثك. لقد نظرنا النور الحقيقي وأخذنا الروح السماوي ووجدنا الإيمان الحق، فلنسجد للثالوث غير المنفصل لأنه يا رب ارحم. نشكرك أيها السيد المحب البشر المحسن إلى نفوسنا لأنك أهلتنا في اليوم الحارد أيضا لأسرارك السماوية الخالدة، فطول طرقنا، ثبتنا جميعا في مخافتك، صن حياتنا واقض خطواتنا بصلوات وتضرعات والدة الإله المجيدة مريم الدائمة البتولية وجميع القديسين. لك أنت تقديسنا وإليك نرفع المجد أيها الأب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دار الدائرين. آمين. انطلق بسلام باسم الرب. يا رب ارحم. يا مبارك مباركيك يا رب ومقدس المتوكلين عليك، خلص شعبك وبارك ميراثك، احفظ كمال كنيستك، قدس المحبين أباء بيتك، أنت عوضهم عن ذلك المجد بقدرتك الإلهية، ولا تهملنا نحن المتوكلين عليك. هب السلام لعالمك ولكنائسك ولكهنة ولملكنا وللجنود ولكل شعبك، لأن كل عطية صالحة وكل موهبة كاملة هي من العلاء منحدرة من لدنك يا أبا الأنوار، وإليك نرفع المجد والشكر والسجود أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دار الداهرين. بنعمته ومحبته للبشر كل حين الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. المجد لك أيها المسيح الإله، رجاؤنا المجد لك، ليرحمنا المسيح إلهنا الحقيقي ويخلصنا بشفاعة أمي الكاملة الطهارة وبتضرعات القديسين المجيدين الرسل الجديرين بكل مديح وأبينا في القديسين يوحنا الذهبي الفم رئيس أساقفة القسطنطينية والقديس يوحنا المعمدان شفيع هذه الكنيسة المقدسة والقديسين الصديقين جدي الإله يواكيم وحنة وجميع القديسين بما أنه صالح ومحب للبشر. صلوات أبائنا القديسين أيها الرب يسوع المسيح إلهنا أنا وخلصنا.